انا نايم بالليل قاموا الساعه 12 بالليل صاروا ينادوا بالسماعات انه الكل على المدرسه. انا لبست اوعي وطلعت باثناء طريقي وانا ماشي في شباك مثل هيك فوق الشارع يعني ما فيش متر ونص، كم جندي ضربني فيه وقعت على الارض دايخ. قال لي قوم قوم روح من هون. قلت له ولك انا قادر اقوم. قال لي بدك تموت. كم ضربت. فيلم جنين جنين للمخرج محمد بكري وصل لمهرجانات عالمية، قرروا انه يطعنوا بمصداقية الفيلم. حج انت اشتركت بفيلم جنين جنين تبع محمد بكري، وفي اليوم اتهامات بالصحف الاسرائيلية انه الاشياء اللي قيلت بالفيلم هي كذب. قال لي بتحلف على المصحف؟ كنت بحلف على الحكي اللي حكيته. في فيلم انعمل اللي بيقول انه اخذوك وعالجوك بمستشفى بالعفولي. كلام كذب كله، كله خلقه وخلقه. اللي بكلمهم يكذبوا انه اخذوني على العفولي وبيتوني بالعفولي وعالجوني بالعفولي وانا لا شفت عفولي ولا رأيت عفولي.